بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نستكمل سلسلة دروس مايكروسوفت أكسس. أخذنا في الدروس السابقة طرق إنشاء الجدول والتعامل معه، كذلك النماذج، كيف ننشئ النماذج وكيف نتعامل مع النماذج. درسنا اليوم الاستعلام. ما هو الاستعلام؟ الاستعلام هو شبيه بالفرز أو التصفية الموجودة في الجدول، ولكنها أكثر دقة، حيث يستخدم أكثر من معيار على حقل واحد أو مجموعة من الحقول، كذلك على جدول أو مجموعة من الجداول. فالاستعلام يمكن حفظه، يمكن تعديله، يمكن حذفه واستخدامه، والاعتماد عليه من قبل النماذج والتقارير. كيف ننشأ استعلام على الجدول؟ أولاً توجه إلى قائمة إنشاء، بعد ذلك معالج الاستعلامات. هنا تأتي لي نافذة فيها مربع حوار كما هو موجود في النموذج من قبل. هل تريد معالج استعلام بسيط أو جدولي أو بحث عن تكرار أو بحث عن غير متطابقات؟ حاليا نستعمل معالج الاستعلامات البسيطة، بعد ذلك موافق. هنا يتم تحديد الجدول أو الاستعلام. طبعا بما أن لا يوجد عندي إلا جدول واحد، فراح يظهر لي جدول واحد. هنا نحدد الحقول المراد الاستعلام عنها مبدئيا، مثلا نختار رقم المعلم، اسم المعلم، والتخصص التالي. هنا ما هو العنوان الذي تريده؟ مثلا نكتب استعلام التخصص. طبعا في هنا اختيارين، فتح الاستعلام لعرض المعلومات أو تعديل التصميم. الآن حاليا نقوم بفتح الاستعلام لعرض المعلومات. إنهاء، يظهر لي الاستعلام على شكل جدول بالحقول التي تم تحديدها سابقا. هذا فيما يخص كيفية عمل استعلام. تصميم الاستعلام هي الخطوة الأخرى. تصميم الاستعلام، نقوم بإغلاق الاستعلام. تصميم الاستعلام، يظهر لي نافذة توضح الجدول الموجود. طبعا موجود عندي جدول واحد فقط. الاستعلامات، الاستعلام الذي قمنا بعمله سابقا أو كلاهما. نأخذ جدول ثم إضافة. أضاف لي الجدول الموجود عندي. إغلاق. طبعا الجدول إذا أردت إضافة أو إظهار قائمة أخرى من الجداول، أضغط على إظهار جدول. طبعا لا يوجد عندي إلا جدول واحد. لو أخذنا الاستعلام إضافة، أضاف لي الاستعلام إقلاق. إذا أبغى أحذفه بالزر الأيمن، إزالة جدول. كذلك الجدول بالزر الأيمن، إزالة جدول. استطيع إضافة بطرق أخرى بالسحب والإفلات، ضغط والسحب، وأستطيع إضافة الجدول. طبعا الجدول موجود في جميع الحقول. كيف إضافة الحقول إلى القائمة بالأسفل؟ ننزل شوي.
هذا طبعا الشكل من أدوات الجدول. في أدوات متعددة هنا خاصة بالتعامل مع الجدول، كيف إضافة الحقول في أكثر من طريقة. الطريقة الأولى ضغط دبل كليك على النجمة، تم إضافة الحقل وهنا اسم الجدول. كذلك هنا استطيع دبل كليك وتغيير طبعا الحقل. هنا نختار الحقل رقم المعلم، هنا الحقل من القائمة المسجلة اسم المعلم، وهنا لو ضغطنا على طول هنا راح يعرض لي الجدول. نختار هنا التخصص. كيف أحذف الحقول؟ لاحظ شكل السهم، تحديد، ثم اضغط على مفتاح ديليت يحذفهم لي جميعا. بطريقة أخرى من نفس الجدول، الضغط على مثلا رقم المعلم دبل كليك اسم المعلم والتخصص، الآن جاب لي جميع الحقول المطلوبة. يوجد أكثر من حقل لكن أنا حددت عدد معين من الحقول. بعد ما حددنا الحقول، إذا أردت تشغيل الاستعلام أطلع في الأعلى تشغيل. الآن قام بتشغيل الاستعلام حسب ما حددته. للعودة نضغط على عرض ونرجع إلى تصميم الاستعلام. للحفظ في أكثر من طريقة، في الضغط على زر الحفظ أو كنترول اس أو إغلاق الاستعلام. بعد ذلك هل تريد حفظ؟ نعم، وتسمية الاستعلام الجديد مثلا استعلام واحد، موافق. الآن لو ذهبنا إلى الاستعلامات، هنا استعلام متخصص، هنا الاستعلام الذي قمنا بإنشائه. الآن نرجع إلى استعلام متخصص دبل كليك، طبعا للتعديل في عندي أكثر من طريقة. بالزر الأيمن هنا اختار عرض التصميم أو الصفحة الرئيسية عرض التصميم. الآن لو ذهبنا إلى تصميم الحقول، نجد أولا الحقل، هنا الحقول المكونة للجدول وهذا اسم الجدول، وفي حال وجود أكثر من جدول بالإمكان اختيار الجدول التالي. هنا الفرز، الفرز وهو ترتيب الحقول تصاعدي، تنازلي أو غير مقروء. هنا طبعا إظهار أو إخفاء الحقل، وهنا معايير وهذه سوف نقوم بعملها، وهي عبارة عن مجموعة من الشروط تحدد ما نريده من الحقل. نذهب إلى أولا رقم المعلم الفرز، إذا أخذنا تصاعدي ثم تشغيل نلاحظ تصاعدي من رقم واحد إلى رقم 20. نرجع نختار مثلا تنازلي، تشغيل تنازلي من أكبر رقم إلى أقل رقم، هذا فيما يخص الفرز.
غير مقروء تشغيل يعود كما كان. نرجع وسيكون تركيز أكثر في المعايير في عندي إظهار الجدول علامة صح. لو ألقينا علامة الصح وقمنا بتشغيل ألقى لي العمود الخاص بالحقل رقم المعلم، نرجع ونقوم بإعادة علامة الصح. الآن في عندي المعايير وهي الشروط التي نستخدمها في التعامل مع الحقول. مثلا التخصص إذا أردت أن يظهر لي فقط معلمي أو تخصص مادة الكيمياء، مثلا ندخل كيمياء في المعايير ونذهب إلى تشغيل يأتي بمعلمي مادة الكيمياء. نرجع للحذف، دبل كليك ثم ديليت. كذلك بالنسبة لإضافة حقل إضافي بالضغط هنا ثم اختيار مثلا الراتب، وإذا أخذنا تشغيل نلاحظ أنه تم إضافة الراتب. نرجع إلى عرض الراتب، اختار مثلا تصاعدي، تشغيل جاب لي من الأقل إلى الأعلى. نرجع إذا أردت استخدام معيار مثلا أكبر من مسافة أكبر من 11,000 جاب لي أكبر من 11,000، راتب يكون أعلى من 11,000، شوف 11,500 إلى 15,500، هذا معيار. طيب نختار معيار آخر، نقول مثلا أكبر أو يساوي، نضيف يساوي ثم تشغيل، عرض لي 11,000 وأكبر من 11,000 يساوي أو أكبر. طيب نرجع إذا أردنا مثلا معيار، طبعا هذا معيار أكبر أو يساوي، إذا أخذنا مثلا معيار OR اللي هو أو، نكتب مثلا 11,000 بعدين OR اللي هو أو مثلا 12,500 الذين رواتبهم 11,000 أو 12,500، نذهب إلى تشغيل نلاحظ لا يوجد إلا حقلان 11,000. لو رجعنا وأخذنا 11 أو 12,000 وأخذنا تشغيل جاب لي بين 11 و 12,000. طبعا لاحظ هنا السجلات موجودة، كم سجل عندي؟ في الأسفل عندي 7 سجلات. نرجع عرض تصميم، كذلك من المعايير المستخدمة
مثلا between اللي هو بين، بين مثلا 9000 and و مثلا 11000. طبعا نستطيع تكبير مساحة الحقل. بين 9000 و11000 نأتي إلى تشغيل. لاحظ جاب لي بين 9000 وبين 11000، طبعا في بينهم 9500 وفي بينهم 10500. هذا معيار اللي هو between، بين و and، بين و and. إذا أردنا مثلا معيار مثلا هنا 9000 أو 12000، جاب لي 9000 أو 12000. طبعا هذه نرجع شوي، في هنا أو كلمة أو، إنه يكون الشرط هذا أو الشرط هذا، أي شرط يتوفر يقوم بعرضهم لي. إذا توفر هذا وتوفر هذا فإنه يعرض لي الشرطين مع بعض. طيب نختار مثلا من أشياء لا يساوي، شنو لا يساوي؟ معيار لا يساوي بالطريقة هذه نقول 11000، يعني أعرض لي الكل ما عدا 11000. تشغيل عرض لي كل الرواتب ما عدا 11000 لم يعرضها لي. كذلك عرض مثلا في صيغة أخرى وهي نوت، نوت عرض لي كل شيء ما عدا 11000. تشغيل نفس الطريقة عرض لي جميع الرواتب ما عدا 11000. من ضمن المعايير المستخدمة أكبر من وأصغر من، مثلا أكبر من 10000 and أصغر من مثلا 15000. في عندنا أكثر من شرط، أن يعني يكون أكبر من 10000 وكذلك أصغر أو أقل من 15000. روح لتشغيل جاب لي أكبر من 10000، شوف هذه 10500، وأصغر من 15000 جاب لي اللي هو 14000. كم عدد السجلات؟ طبعا نلاحظها في الأسفل هنا 10 سجلات. طبعا أرقام المعلمين هذه لا تتغير، 10 سجلات. طيب إذا أردنا مثلا إضافة حقل آخر،
نمسح المعيار، نضيف مثلا حقل التاريخ، تاريخ الميلاد. تشغيل، طبعا أضاف لي حقل تاريخ الميلاد. طيب إذا أردنا أن يكون تاريخ الميلاد تصاعدي، تشغيل من إدارة الاستعلام، من تصميم، تشغيل، شوف جاب لي تصاعدي 85، 90، 93، 94 وهكذا. طيب إذا أردت أن أضع شرط معياري في تاريخ الميلاد، مثلا نقول أكبر من 16، مثلا 6 1988. لاحظ التاريخ أكبر من 16 6 1988. نذهب تشغيل جاب لي أكبر من، شوف هنا في 88 لكن أكبر من تاريخ 6. هذه بعض المعايير، والمعايير المستخدمة في التاريخ طبعا جابها لي بين شباكين إن الإدخال صحيح. المعايير المنطبقة على هذا الحقل نفسها على الحقول الأخرى، ما في أي تغيير. نكتفي اليوم بهذا القدر من التحكم والتعامل مع الاستعلام، سواء بإنشاء معالج الاستعلام أو تصميم الاستعلام، وكذلك التحكم في الحقول الموجودة هنا من فرز وإظهار وإخفاء ومعايير وغيرها. نستكمل إن شاء الله في الدرس القادم المتبقي من التحكم بالاستعلام والتعامل مع الاستعلام، إغلاق طبعا حفظ. نعود بكم إلى الدروس الأخرى القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.